برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم. يحكي أن في مزرعة جميلة كان هناك خروف وعنزة يعيشان معا. الخروف كان كبيرا ولحمه كثير، والعنزة كانت صغيرة ورشيقة. ذات يوم قرر الخروف أن يلعب مع العنزة، فذهب إليها وقال: مرحبا يا عنزة، هل تريدين أن نلعب سويا؟ لكن العنزة لم تكن لطيفة مع الخروف. فسخرت منه وقالت: أنت خروف سمين وبطيء، لا تستطيع أن تلحق بي، أنا أفضل منك في كل شيء، وأنا خفيفة وسريعة وذكية. حزن الخروف كثيراً، فهو كان يحب العنزة ويريد أن يكون صديقها، لكنه لم يرد أن يجادل معها، فقال: حسناً يا عنزة، إذا كنت تظنين ذلك، فلنرى من يفوز في سباق، هل تقبلين التحدي؟ فرحت العنزة بالفكرة، فظنت أنها ستفوز بسهولة، فوافقت على السباق وقالت: حسناً يا خروف، لنبدأ السباق من هنا إلى تلك الشجرة، هل أنت مستعد؟ قال الخروف: نعم، أنا مستعد. فاحتسبا عدة 3 وبدأ السباق. انطلقت العنزة بسرعة كبيرة وتركت الخروف خلفها وهي تجري، كانت تضحك وتقول: أنا الأولى، أنا الأولى، لا أحد يستطيع أن ينافسني. لكنها لم تنتبه إلى الطريق، فوقعت في حفرة عميقة، أصابت قدمها بجرح ولم تستطع الخروج من الحفرة. بدأت تصرخ وتنادي: أنقذوني، أنقذوني، أنا في ورطة. سمع الخروف صوتها فتوقف عن الجري وتوجه إلى الحفرة. رأى العنزة مصابة وخائفة فشعر بالرحمة لها، قال لها: لا تخافي يا عنزة، أنا هنا لأساعدك، سأحضر لك حبل وسأسحبك من الحفرة. ذهب الخروف بسرعة وجلب حبل من البيت، ربط الحبل بقرنيه وألقاه في الحفرة. قال للعنزة: امسك الحبل بأسنانك وأنا سأجذبك إلى الأعلى. فعلت العنزة ما قال لها الخروف، وبدأ الخروف يجذبها بقوة، وبعد جهد كبير استطاع أن يخرجها من الحفرة. شكرت العنزة الخروف على مساعدتها واعتذرت له على سخريتها منه، قالت: أنت خروف طيب وشجاع، أنا آسفة لأني كنت قاسية معك، أنت صديق حقيقي وأنا ممتنة لك. ابتسم الخروف لها وقال: لا عليك يا عنزة، أنا سعيد بأنك بخير، أنت أيضا صديقة حقيقية وأنا سعيد بأن نكون أصدقاء، لا تنسي أن الجمال ليس في الشكل بل في القلب. ومنذ ذلك اليوم أصبح الخروف والعنزة أصدقاء مخلصين، وتعلما أن يحترما بعضهما البعض ويساعدا بعضهما في الشدائد. الدروس المستفادة من القصة: لا تحكم على الآخرين بناء على مظهرهم أو قدراتهم الظاهرية، فقد يكونون أفضل منك في شيء ما، أو قد يكونون بحاجة إلى مساعدتك في وقت ما. لا تسخر من الآخرين أو تستهين بهم، فقد تجرح مشاعرهم أو تفقد فرصة التعرف عليهم كأصدقاء. لا تكن مغروراً أو متعجرفاً، فقد تقع في مشكلة لا تستطيع حلها بنفسك وتحتاج إلى من ينقذك. كن رحيماً ومتعاوناً مع الآخرين، فقد تكسب قلوبهم وتجد من يساندك في الحاجة. كن صادقاً ومخلصاً في صداقتك، واحترم الآخرين كما تحب أن يحترموك. تذكر أن الجمال الحقيقي هو جمال القلب والأخلاق وليس جمال الشكل والجسم. إذا أعجبتك القصة فلا تنسي الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب ثم زر الجرس ليصلك كل جديد. مع السلامة.